أيام وساعات قليلة، وتبدأ القصة الجميلة، وتعلو المساجد بأصوات الدعاء، وتسكن السعادة قلوبنا. اللهم ارزقنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبارك عليكم شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير. شيرين قبيل.